السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم وصلنا جهاز عالمي طال انتظاره من ماركة الميوان. طبعا الجهاز مثل ما تشوفون قمة من الروعة والجمال، وبيفد مواصفات عملاقة وجبارة. جهاز يشغل لعبة البوبجي والعاب الباقية بكل سلاسة وبكل سهولة. الجهاز اجى ويا حساب جوجل بلاي امريكي هدية مع الجهاز. راح نشوفكم مواصفات الجهاز. الجهاز هو من ماركة المي وان، اللي هو خاص بموظفي الدولة. الجهاز يجي بدون لا كاميرا امامية ولا كاميرات خلفية ولا جي بي اس. يدعم خاصية الفورجي، واجى بلونين الذهبي مثل ما تشوفون والنيلي. الجهاز من ماركة المي وان الشهيرة المعروفة، الماركة اليابانية الاصلية. الجهاز اللي هو الام اي 99. مواصفاته كلش عملاقة. اجى بذاكرة تخزن 32 جيجا وينحط له رام وياخذ دبل سيم كارد. اجى بنظام اندرويد 8 اوريو. اجى بشاشة جدا جميلة اللي هي 6.26 انج فول اتش دي. ها مثل ما تشوفوها، طبعا فتشي جهاز فتشي خيال. اجى بسي بي يو معالج اللي هو A70 كواد كور. ما بي كاميرات وما بي جي بي اس. ذاكرة عشوائية 3 جيجا وذاكرة تخزين 32 جيجا. يدعم خاصية الفور جي للفيديو الاتصال. اجى ببطارية عملاقة 3000 ملي امبير. اجى قلت لكم بدبل سيم كارت، واجى بمواصفات جدا عملاقة. هذا الجهاز مثل ما تشوفون يتوفر باللونين الذهبي والنيلي. هاي مثل ما تشوفون. اجى بشغله كلش حلوه بالموديل هذا الجديد اللي هو شاحنه تايب سي، يعني هاي الجديده مال سامسونج اللي هي تدعم الشحن السريع، يعني بنص ساعه جهاز يفول شحن، يعني بعد ما تدوخ وين ما تروح ما عندك لا كاميرا ولا كل شيء، تقدر تلعب ببجي باي مكان يعجبك. الجهاز اجى قلت لكم ويا حساب جوجل بلاي امريكي هديه، ويا لزقه ضد الكسر ايضا وياه، وحافظه وياه هديه ايضا، وهاي ملحقات الجهاز بالباكيت. الجهاز جديد مثل ما تشوفون، هاي ملحقاته، السماعة الأصلية مالته، والشاحنة الأصلية مالته، الشاحنة السريعة اللي تدعم الشحن السريع. هاي مثل ما تشوفون. هذا العرض طبعا توفر عندنا مع التوصيل المجاني، طبعا كمية كلش محدودة، وهذا جهاز طبعا غني عن التعريف. هذا العرض توفر عندنا بسعر خيال، وهو 145 ألف دينار مع التوصيل المجاني لجميع أنحاء العراق. يعني تقدر اليوم تطلب الجهاز من عندنا يوصلك مجاني الباب البيت. ارقام الحجز محطوطه داخل المنشور او راسلنا داخل الصفحه، وارسل عنوانك ورقم تليفونك راح يوصلك باسرع وقت ممكن. 145 الف دينار فقط مع التوصيل المجاني.